لا تفرجي، أستاذة مساعدة في كلية السمنانية جامعة القضائيات، حاصلة على دكتوراه في حماية الأنظمة المعلوماتية من جامعة القضائيات. حماية الأنظمة المعلوماتية وبالخصوص الأنظمة تاع الأندرويد، يعني كتحمي المستعملين تاع الأندرويد من ليزابليكاسيون لي خاطئة، وكتحمي المعطيات تاعهم والتصاور تاعهم، يعني بصفة عامة كتحمي الحياة الخصوصية تاعهم ضد لي هاكرز و لي زابليكاسيون دونجوز. جاتني فكرة مع تقريبا كلشي دابا ولا كيستعمل الهواتف النقالة باش ياخد صور، باش يتبادل لي دوني تاعو مع الناس الاخرين. يعني بغيت كنت كنتمنى كون كاينه شي حاجه لي تحميني ضد الاخطاء تاع لي بيغات، وهذا ومن هنا جات الفكره اني نخدم دكتورتي في هذا الموضوع. في الويكند صعيب يتقبلني المجتمع معاه، كيقول عندي مراهقه ما يمكنش ديها، ما يمكن تخدم، ما يمكن حتى تلقى، يعني يكون كلشي صعب عليها. ولكن ان فوا كيشوفوني كيشوفو الخدمة تاعي على ياش قدا، كيتبدل الرأي تاعهم. هدفي هو اني نعطي الطلبة تاعي امل في الحياة، بغيت اكثر من اني نعلمهم الدروس ونقراهم، وانا اني نعلمهم انا بالإرادة وبالعمل وبكون شيء قدر يوصلوا لأي حاجة كيتمنوها، وما يخليوا حتى شي عائق يوقفها قدامهم. هذه هي رسالتي في الحياة، رسالتي أن الناس اللي عندهم الإعاقة أنهم ما يسمحوش الإعاقة تاعهم توقف في طريق نجاحهم، وما تسوقوش لدى الناس أنهم كيقولوا انهم ما يقدروش يديروا، ولا العكس يحاولوا يبينوا لهم العكس، وانهم بالإرادة تاعهم وبالمجهود تاعهم اكيد غادي يوصلوا لاي حاجه كيتمنوها في هذه الحياه. يعني ما يخافوش انهم يحلموا، العكس انهم يديروا اللي في استطاعتهم باش يوصلوا. وهنا اخر خير مثال على ذلك، اليوم انا وليت استاذه جامعيه في كليه، يعني اي حاجه ممكنه في هذه الحياه. الحمد لله كنشوف ان وضعيه المراه في تحسن مستمر، وانا كاينين مجهودات باش يزيدوا المرأة في القدام. يعني دابا ولينا كنشوفوا المرأة في أي منصب وفي أي بلاصة. رسالة أخيرة كنقول الناس يأمنوا براسهم، وأنا أي حاجة غادي كيتمناوها يديروا مستحيل باش يوصلوا ليها، ما يخليو حتى حاجة توقف قدامهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.